قبل ما ننزح معرة النعمان عملت دورة مهنية تدوير الشمع لتشكيل مجسمات الشمع بأشكال مميزة، لكن ما قدرت كفية بسبب الظروف أنه طلعنا من بلدنا. بدأت أول شيء الفكرة أنه صبية وصتني على شمعة بعرفها ونشرت لي الحساب، وبلش هي نشرت لي الحساب وعندها على الانستغرام وعندها متابعين، وبلش يجيني طلبيات وتوصيات من البنات. كانت كل قطعة توصل للبنات كانت تنبهر فيها وتقول لي تحس هالقطعة فيها شيء مني. هلأ أي بنت فيها تتعلمها، بس مكلفة شوي لأني المواد ما بتنوجد على طول، في قوالب ما بتنوجد هون بدنا نجيبها من تركيا. الطلبات عم تجي على قالب البابلز لأني غريب ما موجود هون منه، وفيروز كمان شمعات فيروز هدول اللي عم ينطلب منهم أكثر شيء. هلأ فيروز كانت فكرة مني، بصنع الشمعة وبطبع عليها الصورة اللي أنا بدي إياها بطريقة خاصة، وعم تطلع كتير حلوة على الشمعة الحمد لله، وصير علي أقبال. لا هي الشموع بتعطي راحة نفسية عند لنا نشغلها ومنعود، بتعطي كتير راحة نفسية، والروايح اللي بتطلع منها كتير حلوة. هاي الموهبة حابة تكون مصدر رزق لي لقدر ساعد أهلي بتكاليف الجامعة، لو مساعدة بسيطة بس بتكون سندي إلي الحمد لله. بتمنى أكسب ثقة الزباين وأصحاب المحلات الهدايا بالشغل البسيط اللي عم يشتغلوا.